النهارده عندنا شقة للإيجار السنوي في يوفاجيك داخل مبنى مستقل في الطابق الثالث. شقة 3 غرف 3 حمامات نظام دوبلكس وفيها فرش مفروشة بالكامل. خلينا أبدأ لكم من عند المدخل. ده هنا مدخل الشقة. أنا عندي في الطابق دوت فيه صالة ومطبخ وحمام، فوق 3 غرف معاهم 2 حمام، وعندي كمان تراس كبير. هنا دي الصالة، في عندي مكيف في الصالة، مكيف هو مكيف واحد بس. بيجي بعد كده هنا ده المطبخ كامل برضو من الأجهزة. في نتخرج على نفس البلكونة، بنخرج لها من الصالة وطلع على الجبال بالكامل. عندي هنا ده حمام. هنطلع دلوقتي الطابق اللي فوق. عندي اول ما بطلع عندي هنا ده حمام، ده كامل معاه شاور. عندي هنا دي غرفة فيها السرير. نيجي بعد كده دي غرفة رقم 2، وبقدر اخرج منها للتراس، بس هنخرج له من غرفة الماستر. دي الغرفة الماستر فيها الحمام الخاص بيها. عندي هنا دوت التراس، التراس مساحته كبيرة طلع على الجبال بالكامل. من الناحية ديت بقدر اشوف البحر.